هي مش البلد كلها عارفه ان جبريه كانت عايزه تموته؟ خلاص يموت يا كريمه رصاصه ونخلص عادي، ولا حد سمع حاجه ولا حد شاف حاجه وخلصنا بقى منه. عايزه تموتي جوز اختك؟ عايزه تيتمي ابنها اللي لسه بقاله يومين في الدنيا؟ وانا انت ايه اللي حصل لي ده؟ عادي كده مر على قلبك زي الهوا؟ لا طبعا، بس يعني بس واحد. ايه بس ايه كراميلا؟ هقول لك انا، انت خلاص بعتينا، ما عادش لينا قيمه ولا عزه عندك. زينب هي اللي طلعت ناصحه، هي اللي كانت الزلول الكبير وحلت بيه، ناصحه عرفت تلعبها. ايوه زينب لعبتها صح وعرفت تاخد مروان تحت بطها، وانتي طلعتي هبله وعبيطه، وانا اللي كنت فاكره انتي اللي هتجيب لنا كل اللي احنا عايزينه، معرفتش تاخدي حسن تحت بطك وتعملي عجينه في ايدك وتشكليه زي ما انت عايزه. انتي اللي حماره. ما جيتيش قلتي لي ليه كده من الاول؟ ما جيتيش قلتي لي ليه؟ يا ريت خلي بالك من جوزك، حافظي عليه. ها؟ طب ما انا عندي عيل ومن قبلها كمان. والعيل ده انا جبته عشانك انت يا كريم. عارفه ليه؟ عشان ياخد لك اللي انت مش عارفه ده ليه طول عمرك. فوقي فوقي.